بهالايام صار عقد لبنان مبرمج على تقلب سعر الدولار وهم دائما استعاده امواله من المصارف. كيفك انت والمال؟ نيحة رقم 2. بنصحكم تغيروا رايكم. القرار عندكم، بدكم افتح المفاجأة؟ لمين بتحمل انهيار قطاع المصرفي؟ المودع بيتحمل جزء كمان المودع الدولي ومصرف لبنان اسمه رائد بعالم الاقتصاد والمال. المواقع القيادية اليوم اغلبيتها مين قاعد فيها؟ رجال. ليش؟ كريستال، انت مديرة عمليات تجارية وبتحيي حفلات كمان، وين بتلاقي وقت لكل هالشيء؟ انت بس تكون هيك passionate about something لحالة بتاخدك الاشياء وبتصير ملتزم فيها. دلع عيون دوقوني والله. ريسيرشر قصة كبيرة مع عماد بو حمد بالاشتراك مع ماريس فرزلي، 3:30 المساء على الـ LBCI.